الزاوية من عام حركة الشعب، مرحبا بك بحضرنا في نوات. تعيشك. تقريبا شهرين تعدوا من اللي دخلوا التدابير الاستثنائية حيز التنفيذ، خلينا نقول من 25 جويلية، ما زالت ضبابية كبيرة حتى لليوم، رغم الخطابات المتعددة رئيس الجمهورية وإعلانات النوايا اللي سمعناهم الكل. ما العمل في المرحلة هذه؟ لا أعتقد البارح رئيس الجمهورية في سيدي بوزيد طالع عناوين الكبرى بتاع المرحلة القادمة. يعني ربما صار تأخير أسبابه غير معلومة بالنسبة لنا، ولكن الخطاب اللي ألقاه في سيدي بوزيد كانوا فيه تقريب زوز محاور كبيرة. محور أول أكد فيه رئيس الجمهورية على مجموعة من القيم اللي من بعد الثورة طلقت في سيدي بوزيد، أنه هذه الثورة لم تستكمل مهامها، أنه حركة 25 جويلية جاء لتصحيح مسار الثورة وتحقيق انتظارات التونسيين والتونسيات. والجزء الثاني ربما هو الأهم اللي ينتظروا فيه التوانسة، أعطى ملامح المرحلة القادمة اللي فيها تعديلات دستورية ستشمل بعض أبواب الدستور وليس كل أبواب، لأنه أكد أنه باب الحريات العامة والفردية لن يقع المساس به، ربما سيقع التركيز على النظام السياسي، يعني الأعرج واللي هو احنا نعتقد اللي هو مطلب مش فقط لرئيس الجمهورية، مطلب حتى لنخب كثيرة من النخب السياسية التونسية في المجتمع المدني وفي الأحزاب كانت دائما تتحدث على هذا النظام السياسي اللي شتت السلطة واللي فكك حتى وساهم في تفكيك الدولة. تحدث على مشروع قانون انتخابي جديد، تحدث على ما سماه هو يعني تنظيم مؤقت للسلط أو شيء من هذا القبيل. فأعتقد أنه أعطى العناوين الكبرى للمرحلة القادمة، بقات ربما بعض التفاصيل مهمة أكيد، ولكن أعتقد أنه سيقع الإعلان عليها في أسرع وقت ممكن. المفيد أنه العناوين الكبرى وقع الإعلان عليها البارح، يعني توا نجم نقوله بعد البارح ثم 25 جويلية واللي كانوا ينتظروا فيه التوانسة شنو ما بعد 25 جويلية. أعتقد البارح الرئيس تحدث على ما بعد 25 جويلية ماذا سيحدث في البلاد. بعد شهرين عنا ملامح أو ما عبرت عليه بعناوين كبرى. المرحلة هذه طالت برشا، خاصة أن الرئيس من الأول أعلن على نيته أنه يكون في مقاربة تشاركية في تشاور، لكن زاد أعلن على نيته أنه يطرح خارطة الطريق، بعد تراجع على مسألة خارطة الطريق وطلب من اللي يحبوا على خارطة الطريق أنهم يشوفوا كتب الجغرافيا. أقول حالي وطرح خارطة الطريق البارح. البارح خارطة الطريق، خارطة الطريق تستوجب تواريخ. أي أكيد, أكيد 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 أكيد، هو ربما المكان والطبيعة الخطاب اللي يلقي البارح ما يسمحش بالتدقيق، ولكن رئيس الجمهورية مطالب بعد الإعلان الذي أعلن البارحة كما ذكرت في العناوين الكبرى، مطالب أن يمر الآن إلى التفاصيل اللي أعلن التواريخ، لأن المرحلة الاستثنائية لا يجب أن تستمر إلى ما لا نهاية، يجب أن نسقف. هو المؤكد أن هذه المرحلة بماذا ستنتهي؟ ستنتهي بانتخابات، المفروض نعلن من الآن موعد انتخابات بعد سنة بعد 6 أشهر، وقتش باش تقع الإصلاحات الدستورية، وقتش باش نعمل استفتاء إلى آخره. هي طالت رئيس الجمهورية البارح عطاه مبرر ينجم يقنع ينجم يقنعش، يقول أنا كنت حبيت نختبر الصادقين وغير الصادقين، ربما ثم أسباب موضوعية، لكن احنا نجهل الأسباب متاع، ولكن احنا في حركة الشعب كنا في مناسبات عديدة قلنا لا يجب أن تطول هذه المرحلة الاستثنائية. كنا في مناسبات عديدة طلبنا من رئيس الجمهورية أن زوز مسائل مهمين، مسألة تشكيل الحكومة مسألة مهمة وحيوية، والإعلان على الخطوات القادمة اللي بدينا البارح نخرج ربما مما سميته أنت بحالة الضبابية إلى حالة الوضوح. الوضوح هذايا ما يكتمل إلا بتواريخ وإلا توضيح على شنو باش يرتكز لإدخال الإصلاحات اللي تكلم عليها حسب تعبيره، وللمضي في المسار التصحيحي. كانكم صبورين جدا في حركة الشعب، يعني سندتوا المسار اللي لم يتقدم في الشهرين هذوما، وقتاش ينجم ينفذ صبركم؟ ينفذ صبرنا نشوف. احنا في حركة الشعب مش قضية قيس سعيد، احنا صبرنا نفذ ليه برشا، لان احنا كنا موجودين في البرلمان هذايا وكنا موجودين في البرلمان اللي قبله، ونحن نعتقد ان من النواب الذين قاوموا الرداء وقاوموا الفساد، ولكن هذيك موازين القوى اللي كانت موجودة في البرلمان لم تسمح لنا بأكثر مما تحقق. كنا نشوف في عينينا داخل البرلمان كيف تباع الأصوات وتشترى، كنا نشوف كيفاش القوانين تقاس أو تقد على مقاس بعض الأطراف وبعض اللوبيات، كنا
قدمنا في الآخر آخر يعني جلسة بتاع الميزانية قدمنا أكثر من تقريبا 40-50 يعني تشريعات أو كانت بدقة قدمنا بعض مقترحات قوانين حتى نخفف لوط على الشعب كيف واجهتها الأغلبية في موضوع تشغيل الشباب اللي طالت بطالتهم في موضوع عمال الحظائر في الفلاحين الصغار في غيره. فأحنا اعتقدنا كما جزء كبير من شعبنا أن 25 جويلة تمثل فرصة حقيقية لتصحيح هذا المسار. اعتقدنا أن 25 جويلة يمكن أن تنقل تونس من الديمقراطية الفاسدة اللي كنا عايشينها إلى ديمقراطية سليمة. اللي هو شنو الفرق بيناتهم الديمقراطية الفاسدة؟ الديمقراطية الفاسدة توما تحتاج برشا حديث، يكفي باش تمشيو لتقارير محكمة المحاسبات باش نتفطنوا اللي كنا عايشين في وهم. أنت يكفي اليوم أن رئيس حزب اللي هو الحزب الثاني في البلاد يفر ويترك مليون ناخب ويترك حزبه، تعرف ايش معناتها ديمقراطية فاسدة؟ ترى كيف الجمعيات تحولت بين عشية وضحاها إلى أحزاب سياسية ودخلت نفس في الانتخابات وأخذت بلايص غيرهم. لو كنا عايشين في ديمقراطية 25 جويلية يمثل فرصة حقيقية. نحن نعرف واعتقد أن جزء كبير من شعبنا يعرف أن ثم صعوبات حقيقية في هذا الطريق، صعوبات موضوعية. أنا نحكيك يعني ربما أول مرة نحكيها، أنا قبلت رئيس الجمهورية قبل 25 جويلية بفترة لا أذكر يعني كم، قلت سيد الرئيس ثم زوز حلول، ثم حل سمحني في الكلمة بالدرجة بتاعت مكبيك تويج، أنا عملوا شوية توافق ونعملوا حكومة فيها شوية نهضة وشوية كتلة ديمقراطية وشوية مش عارف شنو، قلت أتأكد أنه بعد عام ولا ستة شهور مش ترجع المشكلة. احنا رانا جربنا في حكومة الفخفاخ، حكومة الفخفاخ تم إسقاطها لأنها لم تكن على مقاس حركة النهضة بغض النظر على صحة القضايا في الفخفاخ وغيره، لأن القضايا ذيك طرحت كما يقال كلمة حق أريد بها باطل. هذا حل راه سيؤجل ربما المشكل. وبلادنا ذي من 2010 ومن 2011 من الثورة إلى حد الآن هي الأزمة الكبيرة بتاعها. الأزمة الكبيرة بتاعها أن العملية السياسية تجري في البلاد عملية سياسية فاسدة. شنو معناتها فاسد؟ معناتها هي في واد وانتظارات الناس والشباب في واد ثاني. انت مع تغيير قواعد اللعبه تماما؟ بيان سور. فما التشاور؟ شوف سامحني انا جيتك للتشاور، التشاور تريز امبورطون، لكن انا حبيت نقول لك شنو هي المشكل. انا قلت يا سيد الرئيس ما تمكميك ونعملوا حل لك هكا تو، والا راهي ثم معركه كبيره في البلاد، معركه شعب، شعب حلم بالحريه، حلم بالكرامه، شباب يحب يخدم، ناس عمال في الحضاري لهم 10 سنين ما تحلتش مشكلتهم، شباب عمرهم 50 سنه ما يراوش في حتى افق، مناطق داخليه تئن. هذه المعركه الكبيره بتاع البلاد. مع الاسف الشديد المعركه الكبيره بتاع البلاد ثم اراده سياسيه بتاع اطراف سياسيه ومتاع لوبيات في الداخل وحتى في الخارج لا تريد للتجربه التونسيه وللثوره التونسيه ان تحقق اهدافها، تريدها مجرد تحول ديمقراطي. في احزاب تتصارع في البرلمان، في مال سياسي فاسد لا علاقه له بمشاكل الناس. فكي نمشيو ل 25 جويلية ويجي ثم امل وثم امكانيه للانتقال من هذا الوضع الفاسد الى وضع سليم، نعرفوا اللي ثم صعوبات كبيره، ثم لوبيات مش باش تسلم، لازم يعرف التوانسه ثم ناس مش باش تسلم، ثم شبكه علاقات ومصالح نسجت طيله العشر سنوات هذه تفكيكها ليس عمليه بسيطه وعمليه سهله. هذا قد يفسر ربما التاخير بتاع رئيس الجمهوريه، ولكن في كل الحالات الرئيس مطالب ان يسرع اولا، مطالب ان يشارك، ان يشرك الناس معه. انا قلت البارح تعليق على الخطاب بتاع رئيس الجمهوريه، قلت اوكي ثم عناوين كبرى، ثم حاجه مطمنه رئيس الجمهوريه مثلا وقت تحدث على القانون الانتخابي قال باش نقدم مشروع قانون، يجب يقدم مشاريع قوانين ويجب ان يستشير ويتحاور مع ما يسميه هو تحاور معكم لا. في علاقه بمساله القانون الانتخابي لا هو مازال ما قدمش، هو قال باش نقدم، هو البارح راه عطى عناوين كبرى. احنا شنو نطالبوا رئيس الجمهوريه؟ نطالبوا رئيس الجمهوريه انه هالمشاريع اللي يتحدث عليها قبل ان نمر الى تفعيلها يجب ان يقع مناقشتها، لانه لا يمكن ان ينفرد اي شخص مهما كان الشخص هذا، مهما كانت نواياه صادقه ومهما كانت نضاليته ومهما كانت نظافه يده، ان يستفرد هو بنسج المستقبل بتاع البلاد، مستقبل بتاع البلاد بتاع البلاد الكل. ومن حق ومن واجب رئيس الجمهوريه ان يشارك كل الفاعلين في هذا، يعني سواء مجتمع مدني او احزاب سياسيه، ومن واجب رئيس الجمهوريه الا
يستمع فقط لصوته، يجب أن يستمع لصوته ولصوت شعبه ولصوت الفاعلين السياسيين. قديش سمع من مرة صوت حركة الشعب من 25 جويلية لليوم؟ من 25 جويلية لليوم ما سمعناش برشا، لأننا ما تقبلناش، وحتى احنا ما كناش راغبين برشا في اللقاء الحقيقة، لأنه احنا نعتقد أن 25 جويلية كانت فرصة للتوانسة الكل، وما حبيناش نوريه احنا على الاقل وجهه نظرنا انه رئيس الجمهوريه بتاع حركه الشعب ولا بتاع اي طرف، رئيس الجمهوريه بتاع التوانسه الكل، احنا علاقتنا به هي علاقه موضوعيه. حكيت حتى في وقت ما زهير مغزاوي على امكانيه وسعيكم الى تكوين جبهه سياسيه مسانده لمسار 25 جويليا. بعد شهرين اين نحن من هذا المشروع؟ ثم حوارات موجوده في البلاد، البلاد عايشه ديناميكيه كبيره، وحتى الجبهه اللي حكيت عليها حتى قبل 25 جويليا، انا كنت نقول قبل 25 جويليا وبزيت مصر على الكلام هذا، وحتى الرئيس قلت له الكلام هذا بالمناسبه، وقلت تحديدا في البرلمان يوم عرض قانون نتاع الاعلام هذاك، انا قلت الكلام هذا، قلت البلاد فيها زوج جبهات، جبهة الإخوان المسلمين ومن معهم والفاسدين، وهذه موجودة، الجبهة هذه موجودة بالقوة وموجودة بالفعل وتشتغل، واللي عندها أذرعها الإعلامية وأذرعها المالية وأذرعها الخارجية، وثم جبهة أخرى موجودة مع الأسف بالقوة وليست موجودة بالفعل، فيها أحنا، فيها رئيس الجمهورية، فيها اتحاد الشغل، فيها برشا إعلاميين، برشا شباب اللي يحلموا بأن الثورة هذه تتحقق وغيرها، هذه موجودة عناوين كبيرة وشعارات كبيرة ولكن فعليا لم تتجسد على أرض الواقع. لكن الحصول اليوم هو أنكم أنتم في حركة الشعب تعيشوا عزلة، عزلة موازية لعزلة الرئيس، بعد اللي حتى على المستوى الحزبي شريككم في الكتلة الديمقراطية التيار الديمقراطي كان صحح بيان مؤخرا مع أحزاب ما عندهاش تمثيل برلماني، نذكر منها حركة أمل، نذكر منها زاد الجمهوري وغيرهم. في الظرف هذا ما فماش تشاور مع رئيس الجمهورية من 25 جويلية لليوم، شريككم في الكتلة الديمقراطية شد ثنية أخرى، العزلة اللي تعيشوا فيها هذه ما مدى تأثيرها على وقعكم وتأثيركم السياسي؟ لا هو عزلة يعني هي يعني سترودي كما يقولوا، احنا كنا في لقاء ثلاثة أيام التالي مع أحزاب سياسية كما الوطن الموحد، كما حركة تونسي للأمام، كما التيار الشعبي، كنت منذ حين في حوار مع صمود، يعني ثم أطراف عديدة احنا نتفاعلوا معها، احنا واليوم حركة الشعب هي منتشرة أكثر من قبل في وسط شعبها وغيرها وتتوسع، وثم هي شكون الأطراف لسانة رئيس الجمهورية يعني بالبداية؟ يعني تقريبا هي أطراف محدودة ومحدودة جدا، حتى شريكنا التيار الديمقراطي مواقفه في البداية كانت مواقف مترددة، أصدر بيان مع ضد ثم بيان صلح فيه شوي، دونك احنا بالنسبة لنا القضية ليست قضية شوف الأطراف السياسية اللي تعارض اليوم في رئيس الجمهورية، مع احترامنا لها طبعا وضع حقها، ماذا تطرح على رئيس الجمهورية؟ البعض منا يطلب من رئيس الجمهورية أن يشركه، إذا كانت تشركني راك به، إذا كان ما تشركنيش راك ماكش به، ثم أطراف أخرى تتحدث على أن رئيس الجمهورية قام بانقلاب، وهي في نفس الوقت شنو الطالب فيه؟ طالب فيه تقول عملنا انتخابات مبكرة، وكان الانتخابات المبكرة جاية بها الدستور، لأن الانتخابات المبكرة في الدستور يعني ممكنة في حالة واحدة، في حالة أنه عرضت حكومة على البرلمان ولم تحظى بثقة البرلمان، وقت الدستور يقول يمكن لرئيس الجمهورية أن يدعو الانتخابات مبكرة، يعني ثم حالة من التناقض في الساحة السياسية، احنا مش مقلقنا ذا، احنا لما سندنا هذا المسار لم نكن نطلب من قيس سعيد أي شيء، ولا طالبين منه أي شيء، احنا طالبين من قيس سعيد أن يكون وفي للشعارات اللي رفعها شباب تونس يوم 25 جويلية الصباح، وللفرحة الكبيرة للتوانسة في الليل. شنو هي الفرحة؟ على شنو تعبر الفرحة هذيك؟ تعبر على أن التوانسة ذاقوا ذرعا بعشر سنوات ويأملون أن بلادهم تذهب نحو المستقبل أفضل من اللي كنا عايشينه، يأملوا في دولة ديمقراطية مدنية اجتماعية، شباب هي ينجم يلقى فرصة عمل، اللي يمرض ينجم يلقى مستشفى لائق باش يخدم فيه، أولاد يلقاو مدارس معناتها لائقة باش يقراو فيها، هذه الحلمة الكبيرة بتاع التوانسة. من بكري سي زهير حكيت على مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، العمل، الصحة، التعليم، غيره، المطالب هذه. كيفاش مسائل نخبوية سياسيا كما تنقيح الدستور أو تعليقه أو غيره من المشاريع هذم أو تغيير القانون الانتخابي من شأنه أنه يلبي مطالب اجتماعية اقتصادية عاجلة وملحة كما اللي حكيت عنه؟ شوف خلينا نقطتين بسرعة، هو الإشكال اللي صار في تونس شنو؟ الإشكال اللي صار في تونس أنه الثورة كانوا عندها زوج استحقاقات، ثم استحقاق سياسي واستحقاق
اجتماعي. الاستحقاق السياسي بمعنى حرية التعبير، حرية الإعلام، حرية التنظم إلى آخر الانتخابات يا سيد سويد. وثم استحقاق اجتماعي اللي هو التشغيل، الصحة، التعليم، الحقوق دي اللي نحكي عليها. اللي صار عندنا شنو؟ أنه بقدر ما تقدمنا في الاستحقاق السياسي رغم التحفظات الكبيرة على هذا التقدم، لأنه كنشوف تقرير دائرة المحاسبات يعطيك تحفظات ونقاط استفهام على هذا التقدم، ورغم ما رافق هذا التقدم من دماء سالت دم شكري بالعيد الله يرحمه، سالت دم محمد إبراهيمي، جنودنا والمعارك اللي خاضها شعبنا من أجل هذا الاستحقاق السياسي، لكن ما تقدمنا ولا خطوة في الاستحقاق الاجتماعي. هذا شنو انتج عليه؟ انتج عليه حالة إحباط عامة. احنا كنا نحكيوا اليوم على الانتي سيستم وشباب تونس ماهوش ممن بالعمليه السياسيه وما يحبش يمشي يصوت. وعلاش وما يحبش يمشي يصوت؟ ما يحبش يمشي يصوت لانه ما يراش ان العمليه السياسيه عندها امباكت على حياته. تتصور التنقيحات او التعديلات ما تروحها باش تغير الاحساس هذا؟ مش باش تغيره، ولكن هي باش تعمل الحجر الاساس. يعني اليوم احنا محتاجين لاصلاحات سياسيه ومحتاجين كذلك لإصلاحات اقتصادية. ما نجموش نعمل إصلاحات اقتصادية في قانون انتخابي ينجم يجيب لنا الفساد في البرلمان، ينجم يجيب لنا التشرذم داخل البرلمان. ما نجموش نعمل إصلاحات اقتصادية حقيقية في وقت السلطة مشتتة بين ثلاث أطراف، رئيس جمهورية، رئيس برلمان، رئيس حكومة. فما اللي تسميه أنت تشرذم يسميه تعددية؟ لا، هو التعددية مطلوبة، يعني ما نجد التعددية. الديمقراطية اللي يحكي عليها قيس سعيد والنظام اللي يحكي عليه قيس سعيد اللي هو الأقرب من ما يعتبر الديمقراطية المباشرة يؤدي الأكثر تشرذم، اللي تسميه تشرذم لأوسع تمثيلية. على كل حال احنا مختلفين مع قيس سعيد في النقطة دي. أنا قلت في عديد المناسبات نحن نؤمن بالديمقراطية التي تقوم على الأحزاب، رغم والمشكلة مش في الأحزاب، في فكرة الأحزاب في حد ذاتها. المشكلة مش في البرلمان في حد ذاته، لأن ما نجد ضد البرلمان احنا كبرلمان. المشكلة أنه في البرلمان ثم فاسدين، المشكلة أنه في الأحزاب ثم فاسدين، المشكلة أنه ثم ناس في عوض باش تعمل الأحزاب من أجل خدمة الناس وتطوير الحياة السياسية وطرح الأفكار وتطوير يعني الوضع الصحي والأوضاع اللي حكينا عليها. تحولت هذه الأحزاب إلى مؤرب تاع فساد ولوبيات وغيرها. دونك فكرة الأحزاب وفكرة البرلمان هي أفكار احنا نعتقده ما زالت صالحة، ولكن المشكل في محتواها اللي تدخل في وسطها. دونك احنا ما نش موافقين نمشي للديمقراطية هذيك اللي حكى عليها قيس سعيد وغيرها، وما نعتقدش أننا ماشيين للغادي. احنا ماشيين للديمقراطية فاسدة كانت، مش الديمقراطية سليمة تقيم على الأحزاب أن تتقدم تترشح إلى آخره. ولكن ديما يلزمنا احنا المقتنعين به في حركة شعب شنو؟ أن الديمقراطية ليست غاية في حد ذاتها. الديمقراطية هي نظام تطور. الديمقراطية هي أداة من أدوات رقي الشعوب. إذا كان باش نحولوها هي غاية في حد ذاتها لمجرد أننا باش نتعاركوا في البرلمان يتفرجوا فينا في القناة الثانية ونقولوا هو عندنا ديمقراطية، ما تعني حتى شيء. يعني أوترمون بطريقة واحدة أخرى، الديمقراطية السياسية كي تكون مفرغة من المضمون الاجتماعي ما تعني حتى شيء، تحول الى مفسدة. ما تستحقوا حتى ضمان في المسار هذا؟ لا، نستحقوا برشا ضمانات. شنو الضمانات اللي ضمنها قيس سعيد؟ ضمانات انه قيس سعيد يعمل حوار معنا ومع غيرنا ويقدم الضمانات. مسار الشهرين ومسار لا توسير. انا اعتقد انه باش يصير بعد ما اعلن على الخطوط الكبرى، واذا كان ما صارش باش نطالبوا انه يصير الشيء هذا. هل انه التزم تجاهكم انه الشيء هذا باش يصير في مرحله من المراحل؟ انا المعلومه، انا المعلومه اللي عندي انه هو ملتزم انه سيعلن قراراته وسيدخل في حوارات. هذا اذا كان تم سيبيان تريبيان، وهذا هو المطلوب. اذا كان ما تمش احنا دورنا بدورنا، احنا ما عملنا ما نشعرني يعني شيء كومبلون قيس سعيد ولا غيره. احنا لسنا في التزام مع اي طرف، نحن في التزام مع شعبنا فقط. اللي يمشي في هذا المسار اللي راهوه احنا طبعا مثلا نسبيه، اللي راهوه احنا يمشي في المسار بتاع خدمه هذا الشعب نحن معه. اللي هو يخرج اللي يحيد سننقده. وباش نقولوا راهو كيما مثلا نعطيك اكزامبل الخطاب اللي عمله البارح، احنا مثلا ننتقدوا في قيس سعيد التعويم. يعني انك تحكي على الناس كل فساد في البرلمان مش صحيح. البرلمان مش كل فساد، البرلمان فيه ناس شرفاء قاوموا وعاركوا وعملوا كل ما نجموا يعملوه، ولكن ما نجموش. دونك احنا اللي حاجتنا بيه شنو؟ حاجتنا ديمقراطية سياسية تمشي بجنب بجنب مع ديمقراطية اجتماعية. لان اللي صار للبلاد، الثورة التونسية افرغت من محتواها حينما أفرغت الديمقراطية من محتواها الاجتماعي. وقت أنت شاب توصل 50 عام ما تخدمش، مش تعمل بها الديمقراطية؟ بتعني لك حد شيء في هذا الكل. هل أنه بالنسبة لكم أحكام الدستور ما زالت لليوم تمثل قواعد اللعبة السياسية هذه؟ يعني هو الدستور حسب الخطاب اللي ألقاه قيس سعيد، هو قال أنه ما خرجش بالدستور، وأنا عفيني من الجدل هذا، لأن الجدل هذا نجم يجاوب عليه أساتذة القانون الدستوري.
هو لا انا نطرح عليك المساله في منطلق سياسي. احنا منطلق سياسي احكام الدستور تمثل بالنسبه لكم قواعد اللعبه السياسيه. انا من منطلق سياسي ثم زوج نقاط مهمين. النقطه الاولى هذا الدستور فيه عيوب كثيره واهم هذه العيوب هو النظام السياسي. انا قلت عنه في السابق قلت لو يجيو ثلاثة انبياء والثلاثة من الملائكة واحد رئيس حكومة واحد رئيس جمهورية واحد رئيس برلمان سيحدث ربما بتفاوت حسب الأشخاص ولكن باش تصير مشاكل. شوف عندك رئيس جمهورية يقع انتخابه مباشرة من الشعب في دورتين. في أمريكا اللي هو النظام الرئاسي صرف يقع انتخاب الرئيس في دورة واحدة يقع انتخابه في دورتين ويذهب إلى قصر كرتاج وهو زعيم. في قصر كرتاج ماذا يقول له الدستور؟ يقول أقف غاديك راك ما تجيبش تشغل حتى شاب، ما تجيبش تبني مدرسة في حي من الأحياء أو في قرية من القرى. مقابل ذلك رئيس حكومة غير منتخب وفي أغلب الأحيان رؤساء الحكومات جيب بهم الصدفة يلقى عنده صلاحيات واسعة وعريضة. فشنو يبدأ يخمم؟ يبدأ يخمم مش في تحقيق ما يمكن تحقيقه للشعب، يبدأ يخمم كيف سيستمر في السلطة. وهذا صار تجارب نجم نحكيه عليها بالتفاصيل. في مقابل ذلك رئيس برلمان يقول له الدستور راهو البرلمان هو أصل السلطة. فيصير هذا دونك احنا نعتقد هذا باب مثلا في باب السلطة السياسية ما عادش ينجم يتواصل. النتيجة بتاع 10 سنوات تعطيني شكون يتحمل مسؤولية الحكم؟ ما تخافوش من تداعيات خرق الدستور في المسار هذا انه ما هو شو اللي تمت المصادقة عليه اثر انتخابات ومسار تأسيسي وكل ما مرينا به معناها في المرحلة التأسيسية انه نتخلاو عليه وبالتالي تنعدم مش المطلوب نتخلاو عليه. اول شيء خدنا نبداو متفقين راهي ازمتنا اليوم في تونس ماهيش ازمه نصوص دستوريه فقط، هي ازمه سياسيه وازمه اقتصاديه وحتى ازمه اخلاقيه كان نتعلم. والنصوص الدستوريه ليست قران يعني ماهيش صالحه لكل زمان ومكان. وشوف وارجع حتى لتصريحاتي انا بعد الانتخابات نتاع 2019 تجي بعد قيس سعيد وبعد 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 ورؤساء اخرين يقولوا الدستور هذايا ثم قواعد لعبه يجب احترامها. خليني جيتك انا قلت بعد انتخابات 2019 قلت راهي البلاد رجع تصريحات قلناها في البرلمان وخارج البرلمان قلنا راهي البلاد مقدم على ازمه ويجب ان نقيم نص العاقله بعد 10 سنوات من الثوره والثوره تراوح مكانها وتدور حول نفسها. من المفروض شنو يصير النخب السياسية المجتمع المدني الشباب يقع تقييم علاش ما تقدمناش كي نسمعوا شنو يصير في الساحة السياسية. ثم برشا أفكار وهي محترمة بكلها. ثم شكون يقول لك ما تقدمناش على خاطر النظام السياسي بيه وعليه. ثم شكون يعني أوترموندي الدستور هو المسؤول على أننا ما تقدمناش. ثم شكون يقول لك ما تقدمناش لأنه الإسلام السياسي لحكم البلاد أدى بها إلى ما أدى. ثم شكون يقول لك ما تقدمناش لأنه النظام القديم خلانا تركه إلى آخره. قلنا ثم أفكار موجودة في الساحة السياسية لكن جديد مش كتل الأفكار هذه. الأفكار هذه مش مجمعة ما ثمش وعي جمعي اتفاق بيناتنا الناس كل علاش ما تقدمناش. من ادوار الاحزاب بالطبيعه تشكيل الوعي الجمعي هذا بالطبيعه وتمثيل تعبيرات مواطنيه مختلفه. هاك علاش احنا دعينا وقتها قلنا راه ما تقدمناش لاسباب عديده منها الدستور كان عائق منها يعني كي نقول الدستور نقول النظام السياسي منها الاغلبيه التي شكلتها حركه النهضه طيله 11 سنه ومعرف على الاسلام السياسي من التمكين ومن محاولات يعني الدوله هي حركه النهضه لا شباب ولا بيطالة ولا شيء كله كذب. وتحول هذا الحزب بالوقت تحول إلى حزب وظيفي لدى نوبيات الفساد في تونس. فلما نتفق على ونقيم تقييم موضوعي علاش ما تقدمناش النجم نتقدم دونك يجبنا الناس كلنا نحترم قواعد اللعب. احنا شنو اللي صار؟ عملنا 10 سنوات تتجدد فيها الانتفاضة ذياري مش أول مرة تصير في 25 جويلية وصارت قبلها الشباب ما زالوا في الحبس وانتر براتيز يدخلوا الحبس في جنفي يدخلوهم في الحبس في جنفي ظلما وبهتانا يدخلوا في الحبس وقبلها 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 كانت تعبر بكلها تعبيرات شبابية تعبيرات مجتمعية تعبر على أن هذا الشعب ما هوش راضي بالأوضاع اللي موجودة. زهير مغزاوي من عام حركة الشعب ما يقلقكش خرق الدستور لإدخال للتصحيح هذا ما يقلقكش تجميد البرلمان لو كان باش تجي الإصلاحات هذه من المشروع اليوم حركة الشعب عندها انتماء ايديولوجي وسياسي للقومية العربية. القومية العربية لم ترتبط تاريخيا حتى في التاريخ الحديث والمعاصر بالديمقراطية ارتبطت بالديكتاتورية بالانقلابات بحكم العسكر من صدام للقذافي
غيرهم من بشار الأسد. هل أنه ما مدى جدية وقوة عقيدتكم الديمقراطية في ظل الإرث اللاديمقراطي للتيار السياسي اللي تنتمي؟ هو احنا عندنا إرث ديمقراطي عريق، ثم التجارب اللي حكيت عليها والتجارب اللي حكيت عليها مش تجربة القومية العربية، هي تجارب المدارس الكلاسيكية في الوطن العربي بكلها في مراحل معينة ما كانتش تحكي، ما كانتش يعني حاطة الموضوع متاع الديمقراطية بمعنى الانتخابات في جدول أعمالها، في طبيعة المراحل اللي مرت بها الأوطان، مراحل تحرر وطني وغيرها. شوف يعني مش كان تجربة الإسلاميين، تجربة اليساريين، حتى الليبراليين العرب بنتر برونتيز كيما بورقيبة وغيرها المتمويل للمدرسة دي ما كانتش من ضمن أولوياتهم. دونك هذه ليست يعني كما يقال عيب في الحركة القومية العربية وغيرها. الحركة القومية العربية أما الحركة القومية العربية لو كانت تسمح ترتكز على الانقلابات، على حكم العسكر للتغيير، شوف لا على مسارات ثوريه ترسي بعدها مؤسسات وقوانين ودساتير. احنا نمنو باهميه المؤسسه العسكريه، والحمد لله يا ربي هكا جات التوانسه تبداو يمنوا بدور من المؤسسه العسكريه، لان لولا المؤسسه العسكريه التونسيه ربما الوضع في تونس راه مش كما موجود الان. لولا المؤسسه العسكريه في سوريا التي واجهت الارهاب، واجهت 307 تقريبا 360 الف مقاتل جاء بهم من كل أصقاع الدنيا، مش شيشاني اللي مش عارف شنو، وقتلت أكثر منهم من مواطنين. لا مش هذا تقييم نجم نختلفوا فيه نتفقوا فيه. لولا المؤسسة العسكرية اللي ضمنت في مرحلة صعبة وحدة الأوطان ومنعت الجماعات الإرهابية، ربما الأوضاع مش موجودة اليوم. احنا كنا نحكيوا على المؤسسة العسكرية، ربما هذه مراحل في الستينات وقت كانت الناس تراهن على ضباط الأحرار. أنا قلت في مناسبات عديدة منذ 2011 نحن الآن نراهن على حركة الناس الأحرار. هذه الناس الأحرار للمواطنين، المواطنين يعني المواطن الأحرار، الناس الأحرار اللي يحملوا أفكار مفهوم المواطنة ومفهوم يعني مش مشكلة، لأنه نراهن على حركة المواطنين الأحرار. إذا كان ثم رهانات في مراحل تاريخية عندها اللبس متاعها وعندها ظروفها وعندها كذا روهنا على المؤسسات العسكرية لتنقذ الأوطان، فأحنا اللي في حركة الشعب نراهنوا على حركة المواطنين الأحرار من أجل الديمقراطية السليمة اللي حكينا عليها، مش ديمقراطية الصناديق الفاسدة، ديمقراطية الصناديق النظيفة كي تتقدم الأحزاب وتقدم برامجها للتوانسة، كي يبدأ تمويلاتها واضحة ومكشوفة، كي تبدأ برامجها واضحة، كي يبدأ التنافس بيناتنا مش على أساس تخدعك وتخدعني ونخدع الشعب، على أساس برنامج واضح يقدم إلى شعبنا ويختار الشعب من يراه صالحا ويحب يكمل يمدد له ويحب يعاقبه، هذيك مسؤولية الشعب. فمن بعض الظواهر من 25 جويليا لليوم اللي هي تنجم تكون مؤشرات ماذا بيا بسرعة نتعديو عليها وموقفكم منها، العنف البوليسي اللي صار قدام المسرح البلدي في المظاهرة اللي طالب بالحقيقة حول الاغتيالات السياسية أول سبتمبر، كان عنف وحشي مرفوض مواطنين مرفوض. صحفيين محامين. طبعا احنا دائما كنا نندد بهذا العنف الذي يمارس على المواطنين حينما يعبرون عن آرائهم، هذه مسألة مبدئية لا يحكم قيس سعيد أو أي طرف يحكم، حينما يمارس العنف على المواطنين وعلى الشباب هم يعبروا على آرائهم تعبير ديمقراطي تعبير سلمي، هذا مرفوض ونندد بكل من مارس بالعنف ومن أمر به. الحد من حرية التنقل على التراب التونسي مثلا في إطار سياسة مكافحة ما يعبر عليه بالهجرة الغير الشرعية، الهجرة السرية بين صفاق سوق قرقنة، لكن زاد مثلا لاحظوا نفس الظاهرة في جرجيس على شواطئ جرجيس، ونلاحظوا زاد في المطار في الحدود الخارجية لتونس، فما منع من التنقل لا يرتكز على قوانين بل على إجراءات اعتباطية وارتجال من القوات المسلحة. شوف جرجيس قرقنة أو صفاقس أنا كنت حكيت لها حتى في البرلمان تقريب عامين التالي، هذه موضوع الهجرة، تعرف أنا من جهة اللي هي قبلي واللي فيها عدد كبير من المهاجرين في فرنسا، واللي فيها ربما عدد أكبر من الشباب الذي يطمح أن يذهب إلى فرنسا خاصة ولا إيطاليا، واللي ثم محاولات متكررة متاع الحرقة، دونك أنا الجو نعرفه مليح ونعرف الشباب هذوما ونحكي معهم ديما ونحكي على تطلعاتهم وعلى الصعوبات اللي تعترضهم وغيرها، ولكن أعتقد أنه التنقل بين قرقنة وصفاقس فما صعوبات كبيرة اليوم خاصة بالنسبة للشباب، كما ثم تنقل يتم بين قرقنة وصفاقس مدفوع الأجر،
كما ثم التجار خليني ما نسميش اليوم تتلقى في أموال من أجل أن ينتقل هذا الشاب من قرقنا إلى صفاقس وبعد يصير الحرق. الحرق هذه ظاهرة طبعا هي مضطرين لها، احنا ما نديش نبرر فيها، ولكن امام انسداد الافق الشباب مضطرين للظاهرة دي، ولكن مع الأسف الشديد نتائجها كانت وخيمة في عديد المناسبات، كي يخرجون أولادنا من البحر بالطريقة ذيك. نفس الشيء اللي صاير في جرجيس، نمنع اعتباطيا الناس باش يتنقلوا، هذا اللي صاير. لا لا احنا ضد المنع الاعتباطي، ما نحكي لك على الظروف اللي صايرة في، وانتم ربما موقع محترم وتعملوا في تحقيقات ميدانية وغيرها، وما نعرفش عملتوا ولا ما عملتوش، ما تنجموا تعملوا تحقيق على الموضوع هذا، موضوع مهم ومهم جدا. شنو اللي صاير بين قرقنا وصفاقس؟ شنو اللي صاير في جرجيس؟ شكون يدخل في العباد؟ لأنه ثم تجارة اليوم، ولا ثم التجارة تبشر على سبيل الشديد. واضح. واللي السلطة معناتها من المفروض تعمل حلول، أكيد الحلول مش باش تكون على المدى القريب، الحلول الاستراتيجية، لكن نبدأ في إيجاد الحلول هذه. احنا اليوم مع الأسف الشديد احنا نمن به في حركة الشعب، قلنا في أكثر من مناسبة، شباب تونس باش يلعب بين يدينا، بين الأحباط وبين محاولات الهجرة السرية وبين الجماعات الإرهابية. ليش؟ لأنه الحد الأدنى من طموحاته في بلاده مش قاعد يتحقق. اللي قاله رئيس الجمهورية على الفصل السادس من الدستور في علاقة بحرية المعتقد، تتقاسموا معاه نفس التقييم؟ لا، أنا نعتقد هذه ثوابت عملت في البلاد موجودة، حرية المعتقد هذا ما تثابت من ثوابت حق الناس باش تعتقد فيما تريد. احنا ما المسائل هذه واضحين فيها وضوح تام. يعني والله ما سمعته بالقدار، سمعت كبعض وسائل الإعلام تتحدث، أنا ما سمعتوش، ولكن حرية المعتقد هذا مكسب للتونسيين والتونسيات. محاكمات المدنيين لدى المحاكم العسكرية كيف كيف مسألة خالقة جدل كبير. والله هذه إشكال. شوف، هو موجودة في الدستور في البرونتاس، وروحنا بنحب نذكر قدمنا مبادرة في الدورة اللي فاتت باش ننحوا الموضوع هذا، باش المدنيين ما يقفوش أمام المحاكم العسكرية. صحيح. مع الأسف الشديد أن الناس اللي تندد وأصواتها مرتفعة اليوم هم اللي أسقطوا المبادرة هذه في البرلمان اللي هي حركة النهضة. أنا أكتفي بهذا التعليق، لأن احنا مناش مع أن المدنيين يتحاكموا أمام المحاكم العسكرية، ولكن ما زلناش نقولوا كلام غلط زاد للتوانسة. عندكم كينكم هنا بعد ما نكملوا في آخر حديثنا هذا، عندكم خلافات متعدة مع قيس سعيد، انعدام تشاور حتى للمرحلة هذه، مع التدابير الاستثنائية انتوما والمحاكمات، محاكمات المدنيين لدى المحاكم العسكرية مش واثقين عليه. هو رأوا تبدأ واضحين، مش قيس سعيد هو اللي حكم فيهم أمام المحاكم العسكرية، مش قيس سعيد، لكن تدابير الاستثنائية سمحت. لا خليني عاد برفع الحصانة وبالتالي استكمال مسارات قضائية. مش نبدأ واضحين، أنه صديقي ياسين العيار اللي هو نائب وزميلي هو محكوم من 2018 أمام المحاكم العسكرية، وقت كان الناس هذوما اللي ندوا توا كانوا هما يحكموا، هو محكوم من 2018 بالمحاكم العسكرية. موضوع متاع المطار هذاك موضوع ثاني، كيف تم تكييف القضية. ثاني حاجة، رو هذايا مش خلافنا احنا وقيس سعيد، هذا خلافنا مع الناس اليوم اللي تندد بالمحاكمات المدنية أمام العسكر، وقد كانت عندهم فرصة أنهم يعدوا القانون ولا يقفوا مدني واحد أمام محكمة عسكرية. هم فوتوا الفرصة على أرواحهم وفوتوا على البلاد، دونك مش خلاف مع قيس سعيد هذا به هنا. وثم خليني نزيد مثالش، وحتى نختلف مع قيس سعيد مشكل، أنا كنت أقول دائما أن رانا مع قيس سعيد نلتقي معه في المكروه في التوجهات العامة، كي نمشيوا لبعض التفاصيل قد نختلف، وكان اختلفنا تفاصيل هذه زهير مغزاوي. لا لا مش نحكي في هذا، نحكي اون جينيرال يعني نحكي واحنا متفقين في المكروه، نجيو نحكي في بعض التفاصيل الاشياء قد تختلف. وين المشكل يعني؟ يعني انا قلتها في مناسبات عديده، قيس سعيد هو صديقنا، ولكن احنا ماناش حزب قيس سعيد، ولا قيس سعيد هو عضو في حركه الشعب. الانظمه الاستثنائيه تاريخيا، ولو كان نعتبره اللي صار افرز نظام استثنائي منذ 25 جويليا، معروف عليها أنها وقت اللي تطول تتحول الأنظمة استبدادية. إلى أي مدى تتقاسم تخوف هذايا مع الكثير من الملاحظين اللي عبروا عليه؟ شوف، قبل ما نحكي على التخوف خلينا نذكر شوية بلكش نسينا، نحن نشط شوية ذاكرة. رو 2011 بعد الثورة وبعد هروب رأس النظام في تونس، رو جبنا فؤاد المبزع اللي هو كان رئيس برلمان بن علي، وجبنا سلباجي القائد السبسي الله يرحمه اللي هو كان نسيا منسيا، وحكموا البلاد طيلة تقريب
يعني كم تقريبا في شهرين وقتها كان عندنا تاريخ انتخابات زوين لا بعد سنه بعد عملنا الانتخابات وصار خلاف عملنا الانتخابات بعد هذه جيتك بعد 8 شهور دونك اي بعد 8 شهور مش شهرين دونك خدنا بداو واضحين لان انا كنت في كل تفاصيل تلك المرحله كنت موجود نحكي على التاريخ الاول نتاع جويليا يعني إيه نحسب 17 23 عملناها في اكتوبر صار في اكتوبر عملناها في اكتوبر لكن التاريخ كان موجود من مارس هاني جيتك لا باش نذكروا شويه راه ما جاش تشي جيفارا وقتها شد البلاد لا نتذكروا بالكتاب الكتاب نذكروا بها راه ديما شايفه وروح بس البرلمان وطاو مشاو البرلمان نتاع بن علي مش عمل اجتماع وقال راني حليت نفسي وتعدينا المرحله الاستثنائيه تكتب فيها الدستور كان المفروض باش تكتب في عام تكتب في 3 سنين جست للتذكير نرجع لسؤالك تو احنا اول بيان اصدرناه بعد 6 وبعد 25 جويلية اصدرناه تقريبا اول بيان اصدر 26 جويلية الصباح قلنا يا سيد رئيس الجمهورية لا يجب ان تطول هذه الاجراءات متى ينفذ صبر حركة الشعب على رئيس الجمهورية وبطء المسار التصحيحي ينفذ صبرنا استعملوا الكلمة اللي ينفذ صبرنا كما يخرج رئيس الجمهورية في اسرع وقت ممكن بعد ما طال العناوين الكبرى في سيدي بوزيد يفصل تلك العناوين تتشكل حكومة تبدا التواريخ كما ذكرنا في بدايه حديثنا ما هو اسرع وقت ممكن اسرع وقت ممكن يعني نجم كل اسبوع هذا علاش لا شنو المانع باش كان يتجاوز الاسبوع هذا بالنسبه لكم الرئيس علاش عاد تعمل تو اذا كان تجاوز باش تعمل مساله زمنيه مساله زمنيه مهمه يعني يجب ان تكون في اسرع وقت ممكن نحب رئيس الجمهوريه يعطينا الخارطه واضحه يقول راه بعد 6 شهور بعد سنه باش رئيس الجمهوريه بعثكم الكتب الجغرافيا كتبوا الخارطه لا لا ما طلبناش منه احنا هذا اللي قالوا لا ما قالناش لنا احنا لان احنا باورنا ما خرجنا قلنا له اعطينا خارطه الطريق احد اصلا كلمه خارطه طريق ما نحبوهاش برجع علاش لي اسباب عديده علاش علاش لا لا مسالش مسالش لا لا علاش مش وقته تو بعد لا لا مسالش تو ما نحبوهاش كلمه احنا نعتبروها كلمه ممجوجه مرتبطه بالقضيه الفلسطينيه مرتبطه بالاستسلام اللي صار بكل خارطه الطريق فالكلمه تقلقنا شويه يعني الحقيقه تفضلوا شنو هي الكلمه يعني عناوين المرحله القادمه بار اكزامبل خطتك للمرحله القادمه يعني ثم برشا كلمات دوك دوتوليكا احنا لسنا من الذين استعملوا كلمه خارطة الطريق يعني دوك ما بعثناش كتب للطاقم شكرا زهير مرزاوي امين عام حركه الشعب وعلى الوقت اللي خصصته لنا وعلى صبركم الكبير برشا على كل شيء على كل حال انا سعيد برشا اني اكون معكم في نواه وربي ودونك كذا دورنا هذا تسالونا واحنا نجاوبوا ولكن احنا صابرين على صبرنا راهو في برلمان 4 سنين صبرنا 10 سنين ما تحقق حتى شيء مع الاسف الشديد انا نعتبر نفسي من جيل اللي حلم الحلم الكبيره أن تونس الديمقراطيه الحره القويه لكن مع الاسف كما جيلي وجيلكم انتم اصغر مني شويه الاحلام نحسوا فيها تذبل يوما بعد يوم ما ينققوش برشا ان شاء الله رئيس الجمهوريه يكون في مستوى الوعود وفي مستوى امال شعبه وتنتقل هذه البلاد من هذا الوضع الرديء إلى دولة ديمقراطية اجتماعية قوية عادلة تراعى فيها حريات الناس يخدموا فيها الشباب كما ذكرت هذه كل الحلم الكبيرة إن شاء الله تتحقق في أقرب وقت ممكن شكرا لك